هذا أثار قصف في قرية البشيرية بتاريخ 5/5/2013. هاي تعرض القرية القصف العشوائي ليلا من حاجز المعصرة المتواجد في بلدة محنبل بقذائف الفوزديكا، وهذا أحد المنازل نزول فيه أكثر من قذيفة تلقائية. هذه الشظايا منتشرة على سطح المكان. قرية البشيرية المنكوبة التي ما زالت إلى هذه اللحظة تتعرض للقصف يوميا من قبل هذا الحاجز العين.